دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنصاف والتقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، تجارب وممارسات رائدة، عنوان الحلقة الإقليمية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم الإسيسكو. الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم المتغيرات في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وأصبح له تأثير كبير على كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التربوية. لهذا تأتي هذه الورشة لتسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الإنصاف والتقدم بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير على سير الكثير من جوانب منظومة العمل التربوي. الحلقة تهدف إلى رصد جهود الدول العربية والإسلامية في تعزيز الإنصاف والتقدم نحو تحقيق الهدف الرابع عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم ودورها في تعزيز الإنصاف، واستعراض التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تطوير رؤية مشتركة بين مختلف الجهات المهنية في هذا الجانب. حرصنا في هذه الورشة على مشاركة كل الجهات المعنية بالتعليم في سلطنة عمان، وكذلك بمشاركة الحقل التربوي من معلمين ومشرفين وإدارات مدارس، من أجل الاستفادة من هذه التجارب التي تقدم اليوم. وأيضا سنستعرض في هذه الورشة جهود وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التعليم إن شاء الله. وتأتي الحلقة الإقليمية تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي للتعليم بمشاركة خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي بسلوفينيا، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين والمعنيين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم من مختلف المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية من دول مجلس التعاون الخليجي.